الحقيقة يا أبو سعد أنك نورتني وفهمتني، جزاك الله خير. وأنتم لا تنسون تسجلون مواليدكم في بيانات التعداد السكاني، الله يجعلهم من مواليد السعادة يا رب. الإحصاءات الدقيقة أساس التخطيط السليم. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. ننتقل بحضراتكم الآن إلى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة أذان وصلاة المغرب.